فعلا فإن الأشخاص الذاتيين حتى هما غادي يستافدوا من التأمين ضد الوقائع الكارثية. مثلا فبالنسبة لأصحاب السيارات فإن هذا التأمين غادي يمكنهم الاستفادة من التعويض عن شركة التأمين ديالهم ضد الوقائع اللي تقدر توقع للسيارة ديالهم ولا توقع للعائلة ديالهم ولا توقع للأشخاص اللي راكبين معاهم في السيارة. فمثلا إلا خدينا واحد الشخص كيخلص 3000 درهم سنويا للتأمين ديالو ديال المسؤولية المدنية عن شركة التأمين، فإن هذه الزيادة غادي تكون ديال 4.5%. 4.5% ديال 3000 درهم غادا تعطينا 135 درهم. هاد 135 درهم غادا تمشي فيها 105 درهم لشركة التأمين ديالو، وهي اللي كتعطيه التأمين على اللي هضرنا عليه في البداية، و30 درهم غادا تمشي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كيعوض الناس اللي ما عندهمش تأمين، ولكن هاد الشخص اللي عطاه 30 درهم في حالة ما إذا ما عندوش تأمين على المنزل ديالو، فهو حتى هو غادي يستافد من هذا التأمين. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.